إلهي يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البارحة كانت جلسة مطولة كما قلت، استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف، بل قل 3 ساعات ونصف، نعم تقريبا 3 ساعات ونصف، لكن كانت جيدة جدا صراحة. وأقولها للأمانة، أنا أريد أن نشير للإخوة والأخوات إلى مسألة. أحببت صراحة، كان سالي متعب، ندير دروس ونعمل رسائل توجيهية وتعليمية، كل إمكانية موفرة بفضل الله عز وجل كي تكون دروس في الرقية الشرعية، لكن كانت هي صراحة متعب بفضل الله عز وجل. أنا أقولها من يتابعون منهج الذي نسير عليه السهل يسير والذي فيه اجتهاد بفضل الله عز وجل كذلك مفيد، يفهم، أصبح على اطلاع وعلى دراية بواقع الرقية الشرعية. وحينما أنا أتحدث عن الرقية الشرعية فإني أتحدث انطلاقا من تجربة ومن تجارب بفضل الله عز وجل، فلا يمكن أن أؤسس لنقطة ما إلا بعدما أن أراها مع عشرات ومئات الحالات، ولا أبنيها من فراغ، إنما أنا أؤكدها لكم بواقع الصوت والصورة والمعاينة والتحليل المنطقي والعقلي والشرعي والطبي بفضل الله، والروحي والنفسي بفضل الله عز وجل، والسلوكي والاجتماعي بفضل الله سبحانه وتعالى. ألو شيخ، سافر، شكرا. طيب بالنسبة ل قلت أن كل ما أتحدث، يعني كنت أتحدث فيه عن الرقية، الغاية منه هو التوضيح والتعليم، هذا هو اللي كاين. نعم أخوي، تفضل تفضل أخي كريم. كم السلام أختي، يعني أكيد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما تخافي عادي. يا لا هم خايفين، لا لا عادي، هم يرعسوا. تمدي، شوف تمدد كلها ووضع فوقها الثلج، ما تخاف يا عادي. لا لا لسه، شوف الحاج ترجع، توخر شوية، ترجع شوية، لأن بسم الله بسم الله. Thank you.
السلام. السلام. اسفل القدم، اسفل القدم. رفعي التوحيد، رفعي التوحيد، ما تخافي. رفعي التوحيد هكذا حتى الاخرى، وغمضي عينيك وارتاحي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه التي تترى وتتوالى على عباده المؤمنين، فهو الذي علم وفهم وبين، وهو الذي انقذ من الضلاله وانجى من الغوايه. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان، نحمد الله عز وجل حمدا طيبا مباركا كثيرا كما يحب ربنا أن يحمد في هذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا، في هذا الشهر الطيب المبارك بإذن الله جل وعلا. نسمع من سكنوا الأبدان وسكنوا البدن خفية وسرا أن الله عليم بذات الصدور، وأن الله جل وعلا يرى ويعلم ويسمع، بل وصدق سبحانه في علمه ما يقع، فأنتم ماضون إلى قدر الله جل وعلا. هذه شابة من الله عليها بالعلم والفهم والذكاء. أي نعم، جلهم الله، من الله عليها بالعلم والفهم والذكاء، ومن الله عليها ببر الوالدين. يقول نعم، ومن الله عليها بحسن الخلق. يقول نعم، ومن الله عليها بالعمل والوظيفة والكسب. قالوا نعم، ينتفضون في الثلج ويقول نعم، وهذه ضربات موفقة بتوفيق المولى الكريم سبحانه وتعالى، ولولا الله ما خرجوا من جحورهم، وهي بفضل الله جل وعلا مؤمنة راضية بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما أنها درست في أوروبا وتعمل في أوروبا. تكرهها. قال أكرهها. الحسد، شيطان الحسد. قال أكرهها. لأول مرة ينطقون بفضل الله تعالى في جلسة العلاج والرقية بفضل الله تعالى. البارحة قلت له أن الأمر سهل يسير. لماذا؟ لأن هذه الأم المسكينة الطيبة أخذها والدها إلى العلاج والمعالجة بالعلاج بكتاب السنة، وهي مثقفة ومتعلمة بفضل جل وعلا. لكن ما هو ذنبها؟ ذنبها أنها تشتغل في مختبر لتحليل الدم في أوروبا. هذا المختبر تحظى فيه بالعناية والرعاية، صاحبة قوام، صاحبة هيبة، صاحبة حسن كلام، هندام، شخصية، وكذلك مهارة في العمل. ثم أن المصيبة أن المكان اللي تشتغل فيه أسود، كله ظلام وسواد. نعم، وتبقى طوال اليوم هي مع المختبرات والمجهريات وتبقى في ظلام، ويغلب على القاعة السواد الكالح، سواد شديد جدا. فجأة تتفاجئ كأن شيئا ما يصيبها، كأنها أصيبت بنوبة صرع أو جنون، لا تعلم ماذا أصابها،
فلا طب نفسي عالجها، ولا مصحة نفسية عالجتها، ولا رقية عالجتها. الأمر بقي غامض مبهم، فتعطلت عن العمل وعن الوظيفة، فقد أصبحت تريد صحتها وعافيتها وأن تنام وأن ترتاح، وأمها مشغولة معها ويلها أيضا. هذا باختصار شديد ما أصاب هذه الفتاة. ثم أنني بيّنت بفضل الله في وقت سريع جدا، فتبين لي أن هناك شياطين الحسد أو شيطان الحسد، حسد، تبين لي أن هناك شيطان الحسد. فأوقفت العلاج وقلت لهم لا بد من سن على نظام معين. فبعدما أخذت الدهان بالاغتسال بأعشاب معينة حصل هذا التشنج وصرع، صرع عظيم حصل ليس لها إنما للجن والشياطين الموجودة فيها، فكانت قوية ونافعة بإذن الله عز وجل على الشياطين المتلبسة في بدنها، فأضعفت قواهم بفضل الله تعالى. وبعدما أضعفت قواهم بفضل الله جل وعلا مع الاستماع رقق الجبارون والمتكبرون بفضل الله جل وعلا، رأت شيئا ما، قالت لي البارحة أظن لما جاء زارتني. ثم بينت برنامجا أن سيكون بعدما وصلنا إلى هذه النقطة لا بد أن يكون الآن علاج مع الثلج. إذا كان هناك دراسة استماع من والديها، استماع منها هي، تشخيص سريع جدا، حاولت أن تكون رقية قوية وسريعة حتى أبين للأعداء، وإن اختفيتم عند الآخرين بإمكاني أن أجليكم بإذن الله، وهذا تأثير نفسي. بعدها أوقفت الرقية، أعطيت البرنامج بإذن الله تعالى مع الأعشاب، تجلى الصرع في البيت بفضل الله تعالى. الآن مجرد دخولهم إلى الثلج يقولون الحسد نكرهها لأنها في فرنسا أو في أوروبا، نكرهها لأنها في العمل والوظيفة، هنا شياطين الحسد تجلت، حسد من الصديقات أم من الرجال أم من النساء؟ من الرجال. طيب حسد، أنا أريد منكم جميعا الآن بإذن الله، هنا إشكال. ما هو الإشكال الموجود الآن؟ اسمعوا جيدا، أبين لكم جزئية خطيرة في العلاج. هنا لا زال الجن والشياطين ينتفضون ويرتعدون في حركات الرأس والبطن واليدين، لأن لا يمكن أن يكون الثلج مع الدقائق الأولى تكون الرعشة. ولكن هناك إشكال مهم لا بد أن نفرقه، وهذه دروس ودورات وتعليم وكل شيء. أقول لا يمكن أن يكون مسألة مهمة جدا أن يكون كلامها الآن حين تخاطبني بلسانها وفي نفس الوقت مع لسان الجن، وهذه الحركة ليست منها وحركة يدي ليست منها، كلامها يكون منها ومن الجن، فلا بد أن يصعد صعودا أقوى مما هو عليه الآن حتى يكون كلامه منه هو موجه إلينا ومن موجه إليه، لأن يعني الآن لا زال التضارب ما بين قوتها وقوة الجن، مع أن الحركة التي عليها ليست منها إنما من الجن. لا بد أن نفرق هذا وأن يتبين بإذن الله جل وعلا، وهذا أمر غاية في الدقة وغاية في الأهمية. لكن الحاصل عندنا الآن بإذن الله جل وعلا هو أن الآن لاحظوا تزداد، صح ولا لا؟ تتحرك بقوة. هذا الأمر يجلي لك على أن الشياطين صاعدة الآن في اليمين وفي الشمال بقوة. شياطين الحسد، هذه فتاة محسودة، هذه فتاة محسودة، عندها شياطين قوية، شياطين حسد قوية جدا، أصابتها في العلم وفي العمل والوظيفة والمال، ووصلت إلى غايتها أنها أوقفتها من هذا كله، وتريد أن تواصل معها السير كي تعطل عليها ليس فقط العمل. إن لم توقفها بالرقية سوف تتجرأ حتى توقف عليها العقل، تريد لها البلاثة، يقول نعم، والجنون نعم، لأن أصابوا على الذكاء وعلى العمل. لن تتوقف عند يعني مش الآن وصلوا أن وقفوها من العمل والوظيفة يتوقفوا، لا، بل سيواصل السير حتى تصبح مجنونة. مفهوم البلاغة والغباء، كثرة النسيان والشرور، الضغط النفسي والكراهات النفسية والأدوية النفسية والإحباط والاكتئاب والعزلة، هذا ما سوف تصل إليه إن لم يتوقف الأمر شياطين بالرقية الشرعية بإذن الله جل وعلا. الغباء، نعم الغباء. إذا هذا ما سوف إن شاء الله يرفع بالرقية بإذن الله، النسيان والشعور والوسواس والضيق والاكتئاب والغباء والأمراض النفسية، كل ما جاء بالعين القاتلة السامة الحاسدة من النساء والرجال في العمل والوظيفة بإذن الله جل وعلا. لاحظتم
لما قلتها ضربها بقوة، هي موجودة، هي لو حدثتها الآن ستجيبني، لكن الضربة هذه ما تحكمت فيها. والسؤال سأسألها، شو سميتها هي؟ سؤل أقول لها الضربة وش تحكمت فيها؟ هذه إيه ما تحكمش فيها، لكن كتسمعيني. جميل، وهذا الذي قلته، هي لم تعد تفرق بين كلامها وكلام الذي يخرج من لا إرادي وحركات لا تخرج منها لإسمنا. إذا هو قوي يتشبث حتى لا يتجلى. إذا نحن وصلنا إليه، شيطان الحسد، وهذه المقدمة. لابد غبي، غبية، 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 هي الكلمة ليس منها، هي منه. يقول غبية بمعنى لن تكون ذكية، ستكون غبية. كل هذا على الذكاء، ذكاء العلم والعمل والوظيفة. إذا النفس والحسد والعين القاتلة أصابتها المسكينة. قال نعم بقوة أصابتها. اسمع جيدا، العين ماذا تصنع؟ نعم، ويمختبئ في الرأس. ها، لكن أعطيكم سر عجيب، تعجبوني إن تعجبوا استعجبوا من كلامي. باقي يقول لي يا بني أنا أحيانا تصرع أمامي وأعلم أنها ليس هي من تتكلم. أصبح أبوها يفرق، يقول ماشي هي كتتكلم، لكن أقول عندنا في الرقية يقول يا ولا مرة تكلمت. قلت له البارحة هذا لأنك أصبحت تفرق، لأنه يتحدي في تحدي حتى تؤذى في قلبك. كان يقول لك أنا قوي، ذهبت إلى المعالجي لا أتحدي، لا أتكلم ولن أتحرك، وحينما تكون معك تقول ولماذا يقع هذا عند المعالجين؟ وهذا نوع من التحدي، تحدي الأبالسة والشياطين. هذا نوع لابد أن يعلم، نوع من تحدي الأبالسة والشياطين، أن بعض الحالات قد يصعب الجن والشيطان ويتكلم مع الزوج أو يتكلم مع الأبناء أو يتكلم مع الوالد، يتكلم مع الأقارب أو يتكلم في العمل. إذا ذهبوا عند المعالج صم بكم عمي، إذا ذهب عند المعالج يختبئ كأنه فقط يشاهد ويتفرج، يقول لي نعم نعم هذا ما يقع، لأنه يكون عنده ذروع وحصون وقوي جدا. مفهوم؟ هذا كذلك وجب أن يفهم ويحتاج لتفصيل طويل جدا. إذن وقد يتحول هذا الحاسد إلى عاشق، فيزداد عاشق، فيزداد مع الحقد والحسد تملكا بالعشق، لأن حينما ولج ما يجعل ماذا؟ وجعل العين المعجبة أو العين الغادرة أو الحاسدة، ولا لا يبعد أن يصبح عاشقا كذلك. ها؟ قال أنا لست عاشقا، أنا أكرهها. أخرجنا جئة كلامي به، أخرجته شقا وعالجناه بسرعة. قال أكرهها، يعني انسى أني عاشق لها، أنا حاسد. قال أنا حاسد، نعم أنا من يعذب، نعم ولدها للغباء والجنون، نعم، لكن لست عاشقا لها، أنا حاقد عليها، على نعمة العلم والفهم والذكاء وبر الوالدين والقبول مع الناس، صح؟ قال نعم، لكن لست عاشقا. إذن هنا أخرجنا العشق ضربة سريعة، أخرجنا العشق حتى لا نشتغل مع العشق، ولكن هو ليس يكذب عليه، لأن ظاهر أنه يتكلم بإباء وشموخ بقوة بعزة وباختباء واختفاء لا يريد يجلي شيئا، لكن بفضل الله تعالى تجلى هذه الأعراض وهذه الكلمات رغما عنه بإذن الله رب العرض والسماوات. طيب جيد، حاسد، لماذا سكنتها؟ سكنتها لأنها اشتغلت، لأنها تعمل. اسمع أيها الحاسد، معك خادمات؟ معك حاسدات؟ معك خادمات؟ قال نعم. ها، معك خادمات؟ قال نعم. معك حاسدات؟ نعم. معك جنيات؟ معك حيات؟ قال نعم. قال معي الجند والخدام. أنت ملك؟ شيطان؟ حاسدات. أنت شيطان؟ لا، لابد أن نذكر أننا في الدقائق الأولى، وهو ما دام حارسان سيلفظ إليه مع المسام بإذن الله جل وعلا ما نريده، وحينها بإذن الله تعالى لن يستطيع صبره بفضل الله جل وعلا، لن يقوى على الصبر بإذن مولى عز وجل. شياطين الحسد تكون قوية جدا، شياطين الحسد قوية، ولهذا كم من قدرات ضاعت بالحسد، كم من طبيب جن، كم من أستاذ جن، كم من صاحب مهارة وإبداع ورياضة وفن وثقافة جن، أي نعم يصبح إحباط وجنون. يقول لك وما كيتسطوا غير العقلاء، لا لا لا، قد يكون نصيب من الجن
والشياطين والأبالسة، ها؟ شو؟ الجنون. سمعتي كيف؟ الجنون انظر يكرر الكلمات الغباء والجنون، يكرر الكلمات ماذا؟ الغباء والجنون. وسنبحث في مدخل آخر. هناك سحر، هناك سحر، لأن لما يؤكد على هذه الأمور لا بد أن تنتقل معه لشكل آخر. هناك سحر، نعم، أي سحر هذا؟ سحر الجنون، حسد، سحر عظيم، لهي، سحروها في العمل، سحروها في العمل. أنت خادم سحر؟ قال نعم. أنت خادم سحر؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ منذ كم سنة وأنت فيها؟ تكلم، إن لم تتكلم سوف تعرف. كم سنة وأنت في هذا الجسد؟ منذ كم سنة وأنت في هذا الجسد؟ يعني حسدوها وسحروها؟ قال نعم. قال حسدت وسحرت، صح؟ حسدوها وسحروها. طيب، حسدوها سحروها، يعني أنت خادم حسد وسحر، تكرهوها، تدل الجنون والغباء. قال نعم، أكرهها وتدل الجنون والغباء، إنما جئت إليها بالحسد والحقد والغل والسحر. قال نعم. سحرها بالدم، سحرها بالدم، سحرها بالدم، سحرها بالدم، سحرت بالدم، أسحار بالدم، كتب بالدم، رش بالدم، مأكول مشروب، مأكول مشروب، لا، مرشوش، مخطى، معقود، مدفون في المجاري. سحر بالدم، سحر بالدم، سحر بالدم، سحر بالدم. خذ واحد الكيس ووضعوا لي على راسها في الجبهة ولا عينها. يلا بسم الله. أنا معك الغزال، بشوية عليك زيد. جميل، هكذا هكذا. اسمعني جيدا، أنا أرجو لك الخير. أنت عذبت هذه الفتاة، صح؟ عذبت هذه الفتاة عذاب شديد وعذاب كبير. هاي شحال من يوم هي في المستشفى العمران؟ رحت في شحال؟ شي سيمانة؟ السبيطار، مشات للمستشفى؟ ما مشاتش؟ ما حبش جلس. مزيان. سلك لبسنا كله الرقية السنة ولا؟ أنا مشيت الحمد لله. صافي جيد، جميل، صافي جميل. مشيتيش؟ صافي الحمد لله. شفت كيف مسينا أخرى. طيب جيد، يلا خليه بشوية عليه بإذن الله جل وعلا. ملي هي تصابت شحال ديال الوقت باش ولات هكذا؟ شي عام، شهور، ربع شهور باش ولات؟ باش تتصاب في العمل ديالها. هي ملي ضربت 25 اكتوبر 2019 صافي 2019 2019 صافي. روحت لهذيك السبت تشرب قهوه تمشي كمشي بالخلف. حكيتي صافي، فهمت. 2019 بغيت نفهم، يعني منذ 2019 وهي مريضه. طيب خليه دابا واحد شويه، خليه مزيان. ماشي 2019، 3 سنين يعني تقريبا. مش مشكل. ومن ديك الوقيته هي موقفه على العمل. بصح خير الوالدين، بصح خير الوالدين جريمي. ها؟ وقفه على العمل ووقفه على الزواج. انا عرفت بطبيعه الحال يعني. قداش الانسان بطبيعه الحال. الناس اللي بسالها ودي زانجينيور ولا غادي الا الرفض معناها ما عندهاش مبرر. اي فهمت. لا خلاص لا واضح، سحر وحسد دابا جوج. اي دابا سحر وحسد، دابا هذا سحر وحسد. انت تسمع قصص عجيبه. اي مجرمين سبحان الله. كان الناس بعدوا لما تصرف عندها بابا، حسه مش تصرف. وقت اللي جينا من بيت الله جايب لها باباها كادو بتاع العرس. يعني كنت في بالنا بعد الحج احنا كنا باش نتهنوا عليه. نعم. جايب لها مسوغه ومدها لها، قلت لها مدها لها
طيشتها طيشة مش طيشة بنت نور تفرح تفرح بالمجوهرات. التو ما نسيتهاش كيفاش سبحان الله طيشتها فرات تفرح بها طيشتها على ما لا اله الا الله. ما تبكيش خير ان شاء الله الحاج خير خير الحاج باذن الله تشافى ان شاء الله وديها فرحان بها باذن الله تعالى ان شاء الله. العلاج غير بالعقل توفيق ديال الله بدايه غير الصبر الصبر هذا دابا ما يتعذبوا ماشي حنا مخبعين 3 سنين 4 سنين انتهى الكلام في كاين المشكل مجرمين والله الا مجرمين مجرمين. احنا معاك حتى الطيب لما حينما تيأس اخبرنا شيطان ابليس يهودي الجمعة الدم سحر التعطيل صح ولا لا؟ يلا ترتاح وانا معك اخبرني مفهوم اختبأتي مخبأ 4 سنين ولا كذا اقوي كي قلت وحمي قد عليا عطلت عليها العمل والزواج وأمرضها وكان حزن قلبها وامها ها؟ قال نعم ستي قال نعم هذا سحر هذا ماشي حسد وسحر الغاية هو الأب يبقى حزين والأم حزينة شتي اش قال ستي كيقول لك نعم الغاية الحزن الدائم سمعتي يقولك الغاية أن البيت الأسرة تبقى في الحزن الدائم وتبقى هي حزينة على طول. اسمع قال أحزنتني أحزنها هو من يتكلم الآن 100% أحزنتني حين لم تتبع أوامري وجاءت بي الرقية سأحزنها صح ولا لا؟ ونجي غنقلبوا على واحد السر خور على طول تضحك. لماذا هي تضحك؟ شو الحسن؟ على طول هي تضحك، لماذا تضحك؟ سأجعلها دائما تبكي. صح؟ اسمع قال لماذا هي دائما تضحك 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 تضحك؟ سأجعلها دائما تبكي لأنها مقبولة ونشيطة في العمل وتضحك؟ قال لا لا تكون تضحك. ها؟ هاك وذوق ذوق ذوق ورد علي الخبر. يلا تلذذ بالعذاب. وهذه غير البداية. سترى عذابا شديدا أنك عذبت. صح ذوق سمعتي قال كلكم خاص تبقاو في العذاب ما تفرحوش السعاده غير موجوده ممنوع 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 سمعتي ممنوع السعاده في البيت ممنوع السعاده في البيت شكون هما يولدوا ومربيه وباخلاق وتخدم وموظفه ممنوع ممنوع تتزوج ممنوع ممنوع تفرح ممنوع الفرحه لا سمعتي لا الفرحه لا لا اسمع لا 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 احنا لا ما نوقفوش الرقية لا ما نوقفوش التعذيب لا حتى احنا ما نوقفوش التعذيب لا ما نوقفوش الرقية لا تبقى تعذب لا لا تضحك لا تلعب لا تعيش. وبلاتي واحد السؤال عندي واحد السؤال مهم قلتي مسألتين اثنتين قويتين خفيتين قلتي الآن ما تلعب وقبيلة قلتي واحد النقطة مهمة اسمع وسأجعل لك سؤالا غاية في الأهمية اسمع جيدا لا أقهرك قهر أنت أقهر القهر أقهر القهر أنت أقهر القهر شو كيتكلم معاه الآن هو يتكلم معها لأنه يعلم أنها تسمع هو يتكلم معها بلسانه لأنه يعلم أنها تسمع يقول أنت أقهرك قهرا هو يتحداها من بدنها لأنه يعلم أنها تسمع فهمتي؟ لأن هي وأنا كانت الآن تتحكم في كلمة لكن تسمع قال أنت أقهرك قهرا يتحداها بلسانها في بدنها فهمتي كيف؟ أنت أقهرك قهرا
طيب قال أنت أقهرك قهرا. اسمع عندي سؤال مهم. دخلتي هي صغيرة؟ لا هي كبيرة. ها؟ ها؟ مزيان صافي أنا مرتاح. قال دخلتها في العمل، يعني تاريخ الإصابة هي اللي قال الوالد يوم الجمعة لما كانت تشتغل في المختبر صح؟ خدامة وهي وتدخل فيها صح؟ رأت شبه أشباح، رأت صور صح؟ دخلوا من القفا صح؟ دخلوا واستقر في الرأس ديالها. كتسمعني؟ دخلتيها في العمل، شحال من عام دخلتيها في العمل؟ راه كتحرق وغتعذب، وأنا كنصحك كتحرق وكتعذب وغتبقيتي هيك مطالبك الوقت غتموت. كتسمعني؟ الذي ينفعك الساحر ولا الحاسد، ولا الساحرة ولا الحاسدة. كتسمع؟ كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. هذا اليوم تأدي فيه الثمن، ستدفع ثمن كل ظلم ظلمت هذه المرأة، هذه السيدة، هذه الشابة. خلاص أفضل لك أنك تعترف ونساعدك. من جاء بك؟ من أرسلك؟ كتسمع ولا لا؟ ما بغيش تجو. أنا راحتك سحر. تكلم. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم. على العلم عظيم، على العمل عظيم، على الجمال عظيم، على المكانة عظيم، على الكسب عظيم، على الجمال عظيم، على القبول عظيم، وجاءوا بسحر عظيم من الصديقات. ها؟ على الدين، على الالتزام، على الدين، على الحياء، على الحشمة، على الدين في أوروبا. لماذا هي متدينة في أوروبا؟ ها؟ هي تقية. لماذا هي تقية في أوروبا؟ لماذا هي متدينة في أوروبا؟ لماذا هي تخاف الله في أوروبا؟ لماذا هي مقبولة ومجدة في العمل ديالها في أوروبا؟ صح ولا لا؟ اسمع جيدا، حتى هذا تؤدي ضريبته في هذا الزمان. إذا كنت محبا مجدا مجتهدا موفقا، اسمع، وجاءوا بسحر عظيم. تكلم نساعدك بإذن الله. عندي سؤال، ظلمتك هذه الشابة؟ جاوبني، هل ظلمتك؟ هل ظلمتك؟ أكره النور. ها؟ قال أكره النور. قال ماذا أخرج؟ قال أكره ماذا؟ أكره النور. جميل. قال أكره النور. مزيان. لماذا يكره النور؟ أعطيكم السر لماذا يكره النور. يكره النور لأنه يعيش في غرفة كانت تشتغل فيها مظلمة سوداء داخل المختبر، ليس فيها فقط إلا الدم والسواد. صح أم لا؟ وأنا أقولها وقلت لهم في اليوم الأول، كثير من الأطباء والطبيبات في الجراحة في التخصصات لأنها علاقة بالغرف وعندها علاقة بالدماء وبالظلام، كيتصابوا إصابات من الشياطين، شياطين الدم، شياطين الحسد بكثرة. وهذا عشته مع الطبيبات ومع المختصات في هذه المجالات. وهو الآن يقول أكره الضوء، أكره النور. إذا نضع النور على بصره ونقرب الإضاءة بإذن الله جل وعلا من عينيه، مع ما نحن فيه إن شاء الله من علاج ومن تعذيب بإذن الله تعالى. هاي اسمعي جيد.
ممكن انك تحرق الان. انا اقول لك ممكن انك تحرق. كتسمعني؟ ممكن انك تحرق. العلاج سهل جدا. اسمعني، يعني ما تزوج ما تخدم وسكنتها بالحسب والاستيحاء، صح؟ جيد جميل. وتقول حاقد عليها وحاقد على والديها، صح؟ كنت اعترف بهذا عادي جدا. مزيان مزيان. وتعيش في مبالاة، صح؟ تكرهه بالأبوك تكرهه منه. مزيان. هو قول لك ما يقدر عليا حتى واحد وكيتكلم عادي. هو المطفح للطهالة ما حتى واحد. زين كتعيش في بلان ياك انت خفاش انت خفاش اجي الحاجه شتي لي هكاك اجي جزيني جزينه وشتي لي هكاك عجبتها هيا في البدايه لا اشكال عندي اسمع ماذا يقول. قال اريد ان تعيش في الظلام كما انا اعيش في الظلام. اريد حتى هي تعيش في الظلام، صح؟ العلاج غير بالعقل، احيانا تحتاج الى القوه. اي نعم قوه، ولكن مع القوه لا بد من التخطيط. يلا زيد اسمع. قال لك انا اعيش في الظلام واريد ان تعيش في الظلام، فهمتي؟ وتكون حياتها ظلام، هموم واحزان وتعطيل، ولا ترى شيء، لا تسعد بشيء. فهم مزيان، فهم جيدا. عشت كثيرا مع هذا الناس، عشت كثير مع هاد الناس، الشياطين اللي كتعيش فيه في الظلام، سواء في الظلام ديال الغرف، ظلام الأراضي، ظلام البحار، لا تطير إلا في الظلام كنخاف فيه. هاي عشنا كثيرا، تجدها على اليوتيوب عندي، مع وعذبناهم بالضوء في العينين وهكذا. سبحان الله، كل جني وين يعيش؟ سبحان الله. ها؟ تكرهها، هو حاقد على ابنتك، حاقد عليها، يعني كأنه عدو فيها. الشيء الذي يفرحه لابد ان يزيله، فهمت كيفاش؟ عدو. ها؟ عدو. عدو لها، اسمع. قال انا عدو لها، كاره لها، اكرهها، حاقد عليها. هناك شياطين حاقده، حاسده. حينما تدخل، الله المستعان. كاره لها، حاقد لها. شو يتكلم بغيظ. انا حاقد لها. زيد، ذوق. محمد هي هي ما تكلمت الان، تقول كلمتك انت وفاطمه تكلم فيك. نسمع في داخلي محمد محمد. وخبيرك سمعت القمر هو اللي امرني. اسمع جيدا، يعني يقولوا لي ان القمر هو اللي امرهم انهم يذلوني. جميل. واصلي جميل. الان هي تخبر بما تسع بداخلها، سمعت امرين اثنين. الامر الاول محمد، فئه مسلمه او شيء مسلم يحب الخير. ها يقول محمد محمد. فئة أخرى تقول القمر من أمرني، أي هناك عباد نجوم وكواكب وقمر يعبدون الشمس والقمر من دون الله. قال نعم، يعبدون الشمس والقمر من دون الله. نعم يخالطون في أعمالنا، في بيوت، في الطرقات، لكن لا يكونوا مسلمين. يعبدون الشمس والقمر، يعبدون كحال بوذا، كحال غيره، هندوس، بقر، ويعبدون النجوم ومخلوقات يرون فيها القوة والتعظيم والسحر. أعظم أكثر من يعبدون الشمس والقمر يكونوا سحرة،
يكون صحر لنأخذه من التجديد والرصد والقوة. صعب لا؟ اسمع، فعندها شيطان عابد للشمس والقمر، للنجم والقمر ساحر وحاسد حاقد عليها. هذا هو التشخيص، هذا وكيف تسمى بإذن الله عز وجل التشخيص. ما هو التشخيص؟ ترتيب الحالة مع ترتيب ما فيها، يسهل الضربات هنا وهنا مع حسن ترتيب للوصول إلى الحل بفضل الله عز وجل. ماشي تقرأ حرب من أجل الحرب، أو اختباء من أجل القتال، ولا خلاص ساكت. إما أنت كتقرأ هو ساكت، إما تقرأ هو كيتوجع. لا 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 لا، أنت وجع ونقرأ شنو معنيتها؟ ولا أنا نقرأ هو ساكت شنو معنيتها؟ الغاية والوصول إلى الحل، والحل حتى تصل الحل. تعرف الديانة، نوع السحر، سبب الدخول، القوة مكمل القوة، الشخصية الكاريزما ديالو قوي ضعيف لين خبيث ملك مملوك كبير صغير جنس تشكل، كل هذا هو لذلك التشخيص الحقيقي حتى تصل علم. لازم سمعت كلمة قارئ القرآن، ها؟ سمعت كلمة القرآن، القرآن أنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأشرقت الأرض بنور ربها، 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 وأشرقت الأرض، وأشرقت الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها. والسماء والطارق، والسماء والطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم الثاقب. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها، والأرض وما طحاها. والنجم، والنجم، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنما قلنا ادعوا ربكم قالوا لا ممنوع ربنا الشمس والقمر ربنا إبليس ممنوع ممنوع نعبد الله عز وجل ممنوع علينا إنما نعبد القمر صافي حيدي لعبك حيدي حيدي صافي عزيز عزيز حجر حجر حيدي عزيز خلاص ها ممنوع شنو ممنوع علي تعبد الله لأنكم أنتم لا تعبدون الله اسمع ماذا قال ممنوع عليها ماذا؟ ممنوع عليها تعبد ممنوع عليها تعبد الله عز وجل ممنوع عليها تعبد الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بسم الله يبطل كل سحر عظيم خدامه من عبدة الكواكب والنجوم خدامه من عبدة الكواكب والنجوم حراسه من عبدة الكواكب والنجوم جلهم الله
حراس من عبدة الكواكب والنجوم خدام من عبدة الكواكب والنجوم حراس من عبدة الكواكب والنجوم خدام من عبدة الكواكب والنجوم حراس من عبدة الكواكب والنجوم شيطان عبد الكواكب عبد النجوم عبد الكواكب عبد النجوم تقوى في ظلام الليل تقوى في ظلام الليل عاش في الظلام عاش في الظلام ركن إلى الظلام آوى إلى الظلام عاش في الظلام عاش في الظلام في برك الظلام في آبار الظلام في بحار الظلام في غرف الظلام عاش في الظلام في الظلام عبد النجوم في الظلام عبد النجوم في الظلام تقوى بالنجوم في الظلام عبد القمر والنجوم تقوى بالقمر والنجوم شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر سكن 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 في العقل سكن 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 في العينين سكن 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 في العقل سكن 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 في العينين سكن 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 في العقل سكن 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 في العينين سكن 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 في العقل سكن 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 في العينين سكن في العقل 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 سكن في العينين سكن عابد للنجوم ساحر بالنجوم 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 بالنجوم سكن بالنجوم سكن بالنجوم سكن بالقمر سكن بالقمر سكن في الظلام سكن بعين وسحر سكن بنفس وسحر سكن بحيطان كبير شيطان 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 كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير ثعبان كبير طيار كبير طيار كبير طيار كبير غواص كبير غواص كبير غواص كبير يهودي 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 حاقد على الإسلام والجوع 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 اشتبت في الجوع اشتبت في الجوع تلبس في الجوع اشتبت في الجوع تلبس في الجوع مس في الجوع آذى في الجوع آذى في الجوع فتن في الجوع عذب في الجوع أوفى في الجوع عقل في الجوع أرض في الجوع شيطان 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 كافر يهودي كافر يهودي كافر يهودي كافر يهودي كافر يهودي كافر يهودي على الاستقامة كافر يهودي على الالتزام كافر يهودي على الأخلاق كافر يهودي كافر 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 يهودي كافر 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 يهودي جاك شيطان كافر جاك شيطان كافر جاك في شيطان كافر جاك في شيطان كافر جاك في شيطان كافر جاك 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 بسحر عظيم شيطان 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 بسحر عظيم جاك يهودي جاك يهودي جاك يهودي شيطان يهودي جاك يهودي شيطان يهودي جاك يهودي شيطان يهودي عدو للإسلام والمسلمين عدو للإسلام والمسلمين لأعياد المسلمين في الجمعة 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 عادة كثيرة في الجمعة في الجمعة في الجمعة عادة كثيرة في الجمعة في الجمعة في الجمعة تلبس كثيرة في الجمعة في الجمعة في الجمعة عطل كثيرة عابد 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 يهودي عابد 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 يهودي شيطان 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 يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي شيطان يهودي ساحر يهودي على الشمس والقمر على النجم والقمر 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 سحر عظيم 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 عظي
حيدوا لي التاج، حيدوا لي التاج كامل، كامل حيدوا لي. يلا اسمع جيد، ويا ديك الحيه اصبحت مكان اللحيه كله كان اللحيه، كان اللحيه زرقاء. ها شعرات بيضه ودابا راه هنا في هذا المكان كله عندها كانك لونتي بالاسود. شتي ما تشوفش المراه؟ لا شوفي عادي عادي عادي. لا لا ماشي لا شتي حاجه زرقاء. ايه زرقاء شتي زرقاء. ماشي مشكل، رجعي رجعي عادي عادي، هادشي كله عادي عادي جدا، هادشي كله عادي. يلا رجعي بسرعة، غلقي الباب الحاجة، هذاك الباب غلقيه الحاجة، هذاك الباب. يلا رجعي يلا بسم الله المواصلة. لا ماشي مشكل رجعي، تعرفي التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي بين سبحانه جل في علاه ما كان خفيا، الذي جل سبحانه جل في علاه ما كان متسترا خفيا. شيطان كافر يهودي عدو للجمعة وللمسلمين، يقول نعم، ولهذا تلبس مسه يوم الجمعة في مختبر التحاليل الطبية في أوروبا، في قاعة مظلمة مظلمة ظلام يسكنها ويسكن الدمار والظلام، وهو عابد للشمس والقمر بدون الله، فسكنها هناك، استغل الفرصة وسكنها في تلك الغرفة، ويوم كب بجد واجتهاد على عملها سكنها واستقر في رأسها، صح؟ فاستقر في جسدها يهودي عابد للنجوم والكواكب والقمر، يسكن الظلام، يسكن الظلام، وقال أريد أن أجعل حياتها ظلام، يعترف بعداوته لها، سكنها منذ 2019 إلى 2020 وحياتها جحيم، قال نعم حياة جحيم، إلى الجحيم، ها؟ إلى الجحيم. عذبها في العمل، أوقفت من ذاك الوقت العمل، أو من ذاك الوقت الأمراض، وحينما سكنها أصيبت بنوبات عجيبة، أصبحت عوضا تقدم بخطوتها إلى الأمام أصبحت ترجع بخطوتها إلى الخلف، صح أم لا؟ نعم، أصبح عندها اضطراب، لا تستطيع أن تتقدم رغم أنها ترجع إلى الوراء، خطواتها مضي إلى الخلف ورجوع إلى الخلف، كان يعطيها إشارة أنك دائم إلى الخلف، صح؟ لأنه رأى تقدم في العمل، تقدم في الوظيفة، تقدم في الجد والاجتهاد، ها؟ وعندها قبول، قبول، عندها قبول، هو من قال قبول وهي من قال استغفر الله، تفهم الاضطراب؟ هي هو من قال قبول، لماذا على القول؟ هي قال استغفر الله، تولي هذا مفهوم.
إذن هو عدو لها. يهودي يسكن الظلام، شيطان له خدام عابد للشمس والنجم والقمر من دون الله جل وعلا. السبب في ذلك حسد عظيم، ونبحث في السحر أيضا، ويقول نعم هناك سحر كذلك، هو يقول موجود سحر، أنا خادم للسحر أيضا. وسمعت قبل قليل من يقول بداخلها محمد، كأن فئة قال محمد بمعنى أكره محمد. من هو؟ هناك فئة طيبة أو أن هو كأنه يريد أن يقول ذاك الإسلام استقامتك بسبب محمد، ثباتك بسبب محمد، أخلاقك بسبب محمد، أنا عدو لمحمد وسأعذبك بهذا الاسم. كما سمعنا من الشاب البارح قال أوقفت الصلاة فلما سألت الشيطان قلت لماذا أوقفت الصلاة؟ قالت ما استطعت أن أجعله يتوقف عن الصلاة إلا بعدما جعلت له الله كأنه يفعل فاحشة بربي في الصلاة، قال حينها استطعت أن أوقفه عن الصلاة. مفهوم؟ انظروا أين تذهب الشياطين والعياذ بالله. هنا هذا عدو، البارحة وجد الشيطان عدو لله، هذا عدو لمحمد. ولهذا هو هذا يوم الجمعة، يوم محمد، يوم الإسلام، يوم العزة، يوم الرفعة، يوم تمام الدين. ها؟ ها؟ كيف؟ أنت مذلولة، يقول أنت مذلولة. صور هذا الإسلام لن يعزك، ستذل به. سمعت كيف؟ حرب في أوروبا على المسلمين، حرب في أوروبا على أبناء وبنات المسلمين، ليس من الإنس، حتى من الجن والشياطين والأبارسة. أي نعم، بسبب الجد والاجتهاد والأخلاق والدين. ممنوع الأخلاق، سمعتي؟ ممنوع الأخلاق. اللسان، الكلام طيب، وانظروا لهذا الذقن كله الآن مصاب، كله أزرق، أصبح أزرق. سمعتي؟ لماذا كلامها مقبول؟ كلامها مليح جميل عليه نور، ممنوع. فهمت كيف؟ هو يسكن على الأخلاق، على الفصاحة، على الكلام، على البيان. ها؟ طيب، فيريد أن يلعثم الكلمات، يبعثر الجمل، يعقد اللسان، يعقد اللسان. ها؟ يعقد اللسان، وحتى العقل، حتى الفهم، ويسحر في البدن، تسحر في البدن، تسحر في البدن، منذ 2019 وأنت تسحر في البدن، صح؟ للغباء والجنون وتشويه الجمال والأمراض. ها؟ غبية، غبية، غبية. فلو كانت غير مسلمة لكانت ذكية، نعم. لو كانت متبرجة لكانت ذكية، نعم. لو كانت تتعاطى الملاهي والمراقص بالليل كانت ذكية، نعم. لماذا هذا الإسلام والتزمت؟ غبية، لا تريد تعيش حياتها، غبية، صح؟ ولماذا هي مخلصة في عملها؟ غبية، صح أم لا؟ يطالع الرجال ولا تولد معهما كلاه، غبية، صح؟ غبية. أصبحت العفة في هذا الزمن غباء، ها؟ لأن الشياطين تحارب. أصبح الجد والاجتهاد والنجاح غباء لأن الشياطين تحارب، صح أم لا؟ اسمع جيدا، أنا لي كلمة أوجهها إليك، تسلم أم لا؟ تسلم أم لا؟ تسلم أم لا؟ تسلم أم لا؟ أسلم. أنا لا أحب، لا أحب والدي، لا أحبك، لا أحبك، لا أحبك. ها؟ لا لمحمد. لابس الحجاب. لابس الحجاب، اسمع اسمع، لماذا تلبس الحجاب في أوروبا؟ لا لمحمد. سمعتم كيف تحارب أمة محمد؟ وتقول لك البنات المسلمين، ما سمعت بنتي كانت مزيانة حتى تبرجات. اقرأ عليها القرآن. يقول لك ولدي كان يحفظ القرآن فانتكس، أصبح يمشي مع النصرانية وعاش معها في أوروبا. أنت لا تعرف ماذا أصابه، هذا هو المشكل. وهذا يعيش الجالية الأوروبية بكثير،
ولكن لما تذهب عند راقي غير متمكن يقرا يقول له ما عندك شيء. هنا المشكل يصبح مشكل اكثر. يعقلنا امل على علم وعالج يقول له ما عنده شيء. هو ولدك هكذا، نفسيته هكذا، شو تعمل له؟ اتركه والا ستسجن انت واوروبا ويحرمونك منه. يقول خلاص دعوه اللهم يكون معها وابني ويا ربي ونشوفه، ولا قوانين اوروبا تحكموني ويصبح بعيد عني وانا بعيد عنه. اوروبا ما يحكموا عليك بينك وبينه مسافات بالقانون، لان حريه شخصيه هذه. خلاص وخا جبتيه لا 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 دخلك فيه خلاص. ولكن كنت نساو لما يكون ولادنا بين يدينا في اوروبا نديهم عند الراقي اللي غيعرف كيفاش يبين على الاقل يقلع العدو من الجذور قبل ما تجي تفاس في الراس. كاين اللي والد مع نصرانيه والد مع يهوديه، وكاين اللي بعد على الدين، كاين اللي صافي ارتد اصلا، كاين اللي كيقول لك الله ما كاينش محمد ما كاينش. لان فيه جني لو هذه ما كانت اسره مسلمه بعد شهور واعوام يصبح تقول هذه الامه وبا محمد غير موجود، عندي شك في الاسلام والسنه، وهي متعلمه ومثقفه وكذا، خلاص سوف ياخذها الى مواقع الالحاد وتؤمن وتقتنع به وتتكلم بالعلم واصبح عندها شبه لو تمكن منها، لان اصلا عدو لمحمد. لكن ما استطاع، يقول لا ما استطعت، لان هناك ثوابت منذ الصبا والصغر مع لطف الله عز وجل. متحجبة، لماذا هي متحجبة؟ ها؟ اسمع جيدا، لهذا أقول لكم الرقية تعلمنا عدم الإسراع في الأحكام. ما تحكم على الناس بسرعة، أنت لا تعلم ماذا في عقول الناس وفي قلوب الناس، لا تسرع في الحكم بالأحكام، إياك ثم إياك. ولو تقول لي مشات عند المعالج واحد وجوج ومتعالج وما طاحش، ليس شرطا، هذه نفس الشيء، ليس شرطا. وما نراه كثير جدا، وما نراه كثير جدا جدا جدا. أسلم لله، أسلم لله، أسلم لربك، سلم. لا ودابا جي نتضربو وقل لي يخرج، ما يخرجش لي، عذبو غتعذب هي. يلا كيفاش غتعالج؟ كيف؟ تقرأ عليه القرآن، قرأوا عليه قرآن كثير، ووالده كيقرأ عليها ما شاء الله من القرآن. ممنوع ممنوع تقرأ القرآن.